السلام عليكم. إن شاء الله بقى أتكلم في الفيديو دوت عن السترينج. أول حاجة عندنا إيه السترينج؟ السترينج هو المقصود بيه النص، تمام؟ أغلبية اللغات السترينج فيها بيتيح ليك أكسس على الحروف بتاعته، تمام؟ فالماتلاب من كام سنة كان شغال كده، يعني كان عامل لك، ما كانش فيه متغير من نوع سترينج، كان عشان تمثل السترينج عليها هو عبارة عن array of characters لحد 2017 تقريبا أو 2016، وضاف ميزة السترينج اللي هو أنا أكتب دبل كوت زي كده، ده سترينج أهو. الكلام ده اتضاف عليه، يعني لو عندك حاجة أقل من 2017 أو 2016 فمش هتلاقي عليها الكلام دوت، مش هتلاقي عليها اللي هو تكتب دبل كوتس ويسجلوا لك كأنه سترينج زي كده، ده سترينج، تمام؟ هتلاقي بس ان انت تكتب كده، هتسألني طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ يعني ده variable، تمام، متغير واحد، لكن ده array فيها كل واحد من دول متغير، ده متغير وده متغير وده متغير وهكذا. فدي كانت الطريقة القديمة عشان تتعامل مع النصوص، تمام؟ ماتلاب ريحنا خالص وضاف لنا موضوع السترينج. طيب دلوقتي انا عرفت ازاي بكتب السترينج او ازاي بعرفه، تمام؟ وبالتالي الاكس الكابيتال ديت بما انها كاركتر فاقدر برضو، هي اري فاقدر مثلا اقول element رقم واحد يطبع لي الاي وهكذا، نفس الاوبريشنز اللي كانت بتتم على الاريز، عشان كده شرحت الاريز الاول عشان تقدر تفهم الموضوع ده. طيب افرض انا دلوقتي عايز اعمل اري من السترينجز، تمام، وتكون فاضيه زي حوار الزيروز والوانز اللي احنا كنا بنعمل نفس الطريقه بالظبط اللي احنا كنا بنعمل بيها اري اوف زيروز او اري اوف وانز، تمام. بنكتب سترينج، تمام، ونقول له هنا العدد خمسة مثلا، اعمل خمسة في خمسة array وهكذا. طيب دلوقتي بقى عايزين نعرف ايه؟ عايزين نعرف برضو حاجة تانية وهي التشار. التشار اللي هو الكاركتر، اللي عملته انا دلوقتي ايه؟ لما انت بتيجي تكتب تشار وتبعت له بارامتر هنا، تمام، البارامتر اللي هو بياخد دوت بيحوله لكاركتر مناظر ليه. طب ليه ما حولش الخمسه لكاركتر مناظر ليها؟ لان الخمسه اللي انت بعتها له ديت هو بالنسبه له ما عندوش حاجه اسمها كاركتر خمسه، تمام، ما عندوش حاجه زي كده، لان انت ممكن تبعت له 10، ال10 ديت 2 كاركتر. طب امال هو بيمثلهم ازاي؟ هو بيروح يجيب حاجة اسمها اليونيكود، بيجيب حاجة اسمها اليونيكود بتاع الرقم دوت، تمام. بيجيب اليونيكود واليونيكود بيطلع له رمز. طبعا الرمز دوت ما يطلع لك رمز بالشكل دوت معناه ايه؟ معناه ان اللانجوج بتاعت الكمبيوتر بتاعك حاليا مش بتدعم الرمز اليونيكود دوت، تمام، فبتغيرها في اعدادات الويندوز. طبعا انا مش هغيرها لان مش محتاجها، تمام، والرمز دوت هيظهر لك. يعني جهاز الويندوز دلوقتي عندك هو مش فاهم اليونيكود بتاع الخمسه ده معناه ايه، تمام، لحد ما تتغير شويه اعدادات عندك في الويندوز يعني، وبعد كده الجهاز هيفهم. ما علينا، يعني اللي انا عايزك تفهمه ان انت لما بتبعت له رقم بيجيب اليونيكود بتاعه، لان الارقام ما ينفعش تقول عليها ايه انها كاركتر، تمام، لان ممكن تبعت رقم 10، طب 10 ده تعمله كاركتر ازاي؟ عارفين كاركتر يعني سنجل، حاجه سنجل، تمام. على عكس مثلا لو انا بعت له حرف، الحرف ده خلاص هو يفهم ان هو كاركتر والموضوع تمام. طيب المفروض لو انا التشار ديت بعت له string المفروض ان هو يعمله لي array، تمام، اهو يعمله لي array، تمام كده هو عمله لي array. طيب نفس الكلام على السترينج. السترينج لو انت مديله array، تمام، هيحول لك كل element فيها لسترينج. ولو انت مديله vector
تمام، فيكتور بس من نوع تشار، يعني تشار فيكتور كده، زي اللي هو زي ما كنا بنقول الرو مثلا بواحد والكولومز برقم معين، او الكولومز بواحد مثلا والروز برقم معين، فده كنا بنقول عليه فيكتور. فلو انت مديله فيكتور من نوع تشار، فبيعمل لك في بيحوله لك ل سكيلر سترينج. السترينج اللي كنت كاتبه فوق اللي هو السيد دوت كان سكيلر سترينج، يعني سترينج يعني سترينج سايز واحد في واحد، تمام، يعني مش اري من اري من سترينجز، بتسمى سكيلر سترينج، تمام. اهو هقوله السكيلر سترينج كده، ده سكيلر سترينج. لما بقى بيبقى كذا سترينج كده جنب بعض، دول بيبقوا ايه؟ اري اوف سترينجز، تمام. يبقى لحد دلوقتي عرفنا السترينج، سترينجز، تشار. وكمان عندنا لو انت عايز ايه تعمل، لو انت عايز تعمل فيكتور برضو من الكاركترز بس يكون ايه سبيسز، تمام، حاجة زي كده. ده بيعمل لك فيكتور من الكاركترز بس بيكون عبارة عن سبيسز، يعني مثلا اقول له 4، تمام، عمل لي 4 سبيسز كده جنب بعض. ده لو احتجت يعني ايه حاجة زي كده، نمسح الكلام ده كله. طيب افرض انا عايز اعمل سطر جديد، تمام، سطر جديد. ايه سطر جديد دوت؟ لو انت دلوقتي جيت كتبت سترينج زي ده كده، تمام، وجيت ضفت عليه سترينج تاني، طيب اللي انا بعمله هنا ايه؟ عايز اقول سيد حمدي، بس طبعا المسافه اللي هيبقوا لازقين في بعض، لان انا ما قلتلوش يضيف مسافه، ما علينا يعني. لا انا مش عايزهم بقى احط ما بينهم مسافه، لا ده انا عايز احط ما بينهم لاين جديد، يعني اكتب السيد وتحتها حمدي كده، بس ده ككتابه، تمام، ككتابه مش كاري، لان اللي انا عامله ده كله سكيلر، تمام، بس عايز يظهر لنا على الشاشه السيد وتحتها حمدي وهكذا، تمام. دي فكره النيو لاين. ده تقدر تقول عليه كاركتر، تقدر تضيفه في كاركتر اري او في سترينج اري. طيب ده برضو ايه حاجه مهمه هتستخدمها لما تيجي تعمل، لما نيجي ناخد الفورمات، ناخد نوع من انواع الفورمات كده للشاشه، اللي تكتب السترينج بطريقه معينه يعني على الشاشه، هنستخدم برضو ايه النيو لاين. عندي حاجه بعد كده اسمها سترينج كونكاتينيشن، كونكاتينيشن، تمام. ده بيعمل لي كونكاتينيشن ما بين اتنين سترينج، يعني انا اديته السترينج دوت وشفت اللي انا عامله دوت، ده كونكاتينيشن، هيطلع لي في هيطلع لي سكيل، تمام. فده اللي انا هعمله بالظبط هنا، بس الفرق ان انا هحط ما بينهم ايه، هحط له اتنين سترينج مثلا وهيعمل لي كونكاتينيشن ما بين الاتنين. هحطله اتنين وهو هيعمل لي كونكاتينيشن، هلزقهم لبعض عشان افصلهم، ف احط سبيس هنا او احط السبيس هنا مفيش مشكله، تمام. ده رجع السكيلر تاني، لو انت مديله اريز برضه هيعمل لهم كونكاتينيشن. طيب هيعمل كونكاتينيشن للاريز ازاي؟ هياخد اول element في الاري، تعال نطبق الكلام دوت. اي حاجه كده، بيعمل ايه؟ بياخد اول element يجمعه على اول element هنا، وتاني element على تاني element، وهكذا. الكلام ده طبق معاك على 2 dimension 3 dimension اي حاجة. طيب
في عندي برضو حاجة بتعمل لي كونكاتينيشن بس ما بين الالمنت الاري لوحدها. يعني ايه الكلام دوت؟ طيب هنا بقى هنتكلم عن حاجة تانية وهي الجوين. الجوين دي بتعمل لي كونكاتينيشن برضو بس ما بين element الاري لوحدها وبعضها. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا دلوقتي عندي array، الاري ديت مثلا هنقول ايه، هذا عرفنا على array a b c d، عايز اعمل لها join، يعني ادمج كل اتنين element في الاري مع بعض. تمام، فبديله الاري هنا وهو بيعمل لي ايه، join للاري. طيب اول ملحوظه، بيديلك white space. تمام، بيديلك white space ما بين كل اتنين element وهو جمعها، تقدر تغيرها بعدين. دي حاجة. الحاجة التانية باي ديفولت هو بياخد الدايمنشن اللي هو بواحد ويجمع على اساسه. طيب هتقول لي ما انا ما عنديش دايمنشن هنا بواحد. خلاص، طالما ما عندكش دايمنشن بواحد بيبتدي بقى يعمل خطوة. الخطوة ديت مهمة عشان تفهم هو بيعمل ايه. الدايمنشن احنا عارفين روز وكولمز. تمام، بيجي تشيك على الروز، بيلاقيها هنا الري بتاعت الايه، بيلاقيها 2. تمام، ديش بتساوي 1. بيجي تشيك على الكولمز، بيلاقيها 2. تمام، طب ولا ده بواحد ولا ده بواحد، طب هيشتغل على ايه؟ فبيشتغل على اخر دايمنشن هو عمل عليه تشيك. اخر دايمنشن اللي هو ايه عندنا؟ الكولمز. طب لو انت 3 يبقى اخر دايمنشن، وهكذا. ده اللي جمع على اساسه، هتلاقي جمع الايه مع البي، الكولمز جمع العمود ده مع العمود ده وخلى لك عمود واحد. تمام، طيب في حاجات تانية هي اوبشنز يعني ممكن اعملها مع الجوين. في ممكن هنا تيجي تقول له الكاركتر اللي انت عايزه يحطه لك، مثلا عايزه تحط لي داش او. طب ممكن تيجي تقول له الدايمنشن اللي انت عايزه يجمع على اساسه، مثلا الفيرست دايمنشن، وهكذا. طيب ده بالنسبة للجوين. طبعا دي ممكن تكون array، بس الاري هنا تاخد بالك فيها، تاخد بالك فيها ازاي. دلوقتي انا لو جيت جمعت دول العمودين دول مع بعض، تمام، الحاجة اللي هتتحط ما بينهم هنا هتكون ايه؟ هتكون كاركتر واحد، صح؟ هتكون كاركتر واحد. طب لما انت تيجي تعمل له تحط له مثلا، قلت لك ينفع تحط array، لما انت تيجي تحط له array فيها اتنين كاركتر، اتنين element يعني، هيحطهم لك ازاي؟ هيحط لك مثلا واحد هنا، بيمشي بالترتيب، هيحط اول واحد هنا، تاني واحد يجي يحطه هنا، هنا فين؟ مفيش هنا. تمام، فبالتالي لازم تاخد بالك من النقطة دي. ونفس الكلام لو هو بيجمعهم ايه افقي زي ما هو عامل هنا كده. تمام، هنا ينفع احط اتنين كاركتر، هياخد اول واحد هنا والتاني هنا وهكذا. فينفع تحط array هنا، بس لازم تاخد بالك من العدد بتاعهم وهو هياخدهم بالترتيب. ده كان بالنسبة لحاجة اسمها join. في حاجات تانية طبعا، زي مثلا انك تحول من character array لstring array. تمام، هي string بتعمل لك الكلام دوت، بس في برضو عندك دالة تانية بتعمل لك الكلام دوت. تكتب convert تقريبا بتتكتب كده كبيرة، تديله كاركتر array هنا وهو بيحولها لك ليه string.
وهكذا يعني. ماشي، رجعها لك سترينج وهكذا. طيب في عندك ايه؟ في عندك بقى العكس بتاعها اللي هو سترينج اريز، نعمل كونفيرت مثلا ل سترينج ل كاركترز تمام، وبنديله نفس الكلام برضو، ممكن اديله سترينج ويرجعه لي ايه array of characters نفس الكلام تمام. وبرضو لو انت عايز تحول من سترينج، اللي انت هتاخد الانبوت مثلا سترينج فعايز تحوله لدبل، فممكن تحوله باستخدام الدبل، ممكن تحوله باستخدام انا لو دخلت له مثلا رقم هنا 1 2 3 فهيرجعه لي ايه دبل عادي. لكن لو دخلت له رقم حاجه ما ينفعش تحول الرقم، يعني مثلا 1 2 3 هيتحول لرقم عادي، بس لو دخلت له علامه زي كده هيرجع له نوت نمبر تمام، لان ده مش نمبر. طيب في برضو عندك حاجه تانية اسمها string to double، تمام، بتعمل لك نفس اللي انا عملته فوق دوت، وهترجع لك برضو لو انت دخلت حاجه زي كده نوت نمبر. في عندك برضو numeric to string، بتدخل الرقم تمام هو بيرجعه لك string تمام، هو رجعه لي هنا char array، ممكن طبعا تحولها ليه string، تقول string وتكتب ديت يعني زي كده. تمام طيب دي شوية حاجات كده ايه مهمة لازم نبقى عارفينها. في بقى حاجات تانية زي مثلا انت عايز شوية كويريز كده، زي مثلا عايز تشار، هل دوت تشار كاركتر سواء مديله array ولا مديله كاركتر واحد تمام، يعني انا اديله string زي كده هيرجع لي زيرو المفروض تمام، ونفس الكلام للسترينج. طيب عندي برضو حاجة بتتحقق لي، هل ده سكيلر سترينج؟ احنا قلنا يعني ايه سكيلر سترينج؟ سكيلر سترينج حاجة زي كده سكيلر، لا مش تمام، دي بيتحقق لي هل دوت سكيلر سترينج ولا لا تمام. وبالتالي المفروض لو دخلت له array of strings هيطلع لك ايه زيرو، لو دخلت له string عادي هيطلع لك واحد. ماشي طيب ايه تاني عندك برضو؟ is letter تقريبا، is letter تمام، ده بتحقق لك اللي انت مدخله دوت حرف ولا مش حرف، مثلا دخلت له دي هيرجع له واحد حرف، وهكذا دخلت له رقم هيرجع لك زيرو. في عندك is space بتحقق لك هل دوت space يعني اللي هو ال space بتاع الكمبيوتر تمام زي كده. وفي عندنا طبعا شوية حاجات تانية بقى، حاجة زي مثلا لو أنا عايز أجيب ال لينس بتاع سترينج معين تمام، دي برضو هتستخدمها كتير عشان لو عايز تعمل لوب على السترينج تحقق من كل حرف فيه. في عندك حاجة بتعمل لك بتتحقق لك من السترينج بتاعك منتهي بإيه تمام. تعال نعمل كلير طيب
هنا هحط له السترينج، تمام، مثلا زي كده، هقول له مثلا عايز اعرف والله ايه ده بينتهي بايه، اقول له مثلا هل ده بينتهي بحرف الدي، تمام، قال لي اه بينتهي بحرف الدي فعلا، تمام. هنا انت بتتحقق هل السترنج بتاعك دوت بينتهي بحرف الدي ولا لا. ممكن طبعا تطبق الكلام دوت على array، وهيرجع لك هنا اللوجيكال، هيرجع لك array برضو، تمام. نفس الكلام start with، نفس الفكرة اللي فاتت انا هطبقها على حاجة واحدة، تديله حاجة وتقول له اتحقق منها، تمام. اديته array هيرجع لك array logical array، تمام، وصوت كل حاجة هو اتحقق منها هيرجع لك هي واحد يا هي زيرو، يعني هيرجع لك array نفس السايز بتاع ال input array لو انت مدخله array. طبعا مش هطبق الكلام ده على array عشان نقعد نكتب. لو دخلت له حرف ال E، تمام، هنا المفروض case sensitive، يعني ايه؟ يعني ايه سمول مش زي ايه كابيتال، تمام. ففي طريقة كده مش فاكر بتابلاي هنا ولا لا، بس انا هجربها معاكم. اجنور كيس ديت لما تسمع عنها في اي لغه برمجه، تمام، مش شرط يعني تكون مكتوبه بنفس الطريقه، المهم نفس الكونسبت بتاعها. دي معناها ايه؟ معناها ان هو بيخلي التشيك، تمام، ما يكونش كيس سنسيتيف. يعني ايه؟ يعني مثلا ده لور كيس وده ابر كيس عادي، هو تمام. باختصار يعني الداله بتعمل ايه ساعتها؟ الداله ساعتها بتاخد دوت تحوله للور كيس او ابر كيس، تمام، وتحول وده واللي انت بتبحث عنه هو كمان يكون لور كيس، وبالتالي ده لور كيس وده لور كيس، فالاتنين هيماتش مع بعض، تمام. ده لو عايز تطبقه، طبعا تطبقه على اي حاجه من اللي انا قلتها او اللي لسه هقولها في الحاجات اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل تشيك في السترنج، تمام، نفس الكونسبت اللي هو، تمام. فعندي حاجه برضو اسمها كونتيند، دي بيعمل لي تشيك يشوف لي هل الحاجة دي موجودة ولا لأ، تمام. التاني الأول ده كان في الأول في الآخر. طيب حاجة زي كده مثلا لو جيت قلت له مثلا أي حاجة كده، تمام، بقول له شوف لي هل دي موجودة ولا لا. اللي فات كان بيبحث في الأول أو بيبحث في الآخر، لكن دي بيبحث in general، تمام، قال لي اه موجودة، تمام. اديته array هيبحث لك في array ويرجع لك array، تمام. عايز تطبق ignore case sensitive ديت برضو تقدر تطبقها، تمام. هي أنا خليتها true وهي by default بتكون false، تمام. دي برضو حاجة من الحاجات المهمة تستخدمها في data validation. عندنا حاجات تانية مثلا زي كومبير، لو انت عايز تقارن اتنين سترينج، هنا بتكتب له السترينج اللي انت عايز تقارنه، تمام، هو بيقارن لك الاثنين. المفروض هنا يرجع لي زيرو. ليه بقى؟ لان دوت كيس سنسيتيف. لو انت عايز تخليه هي نفس اللي احنا كاتبينه هنا، بس عايزين نخليه مش كيس سنسيتيف، بنحط هنا اي، تمام، وارجع له واحد. المهم هو حوار كيس سنسيتيف دوت، تمام. في عندك حاجه تانية
غريبة شوية، نفس فكرة اللي فات. تمام، خلينا على دي. دي بيعمل لك ايه بقى؟ بيقارن لك عدد حروف معين. يعني انا مثلا عايز اقارن ما بين الاتنين دول، بس عايز اقارن ما بين من اول اي لحد حرف الاس دوت مثلا، اللي هو اول 3 حروف. تمام، ما بين الجملتين، فبتكتب له هنا حرف الان انت عايز تقارن نمبر، وفي عايز تقارن ايه عدد معين من الحروف. فهتقول له هنا 3، هياخد اول 3، يعني بيبتدي من اول رقم اول حرف يعد 3. تمام، ونفس الكلام برضو تقدر تكتبها مش كيس سنسيتيف، اللي هو تشيل لوج. تمام، دي كومبير برضو مهم. في عندنا حاجة تانية اسمها string token، اللي هي بتعمل لك ايه بقى؟ دي كانت بتجيب لك بتكتب لك مثلا الاسم اهو. تمام، بتبتدي مثلا انت عندك وايت سبيس، او عندك وايت سبيس كاركترز، عشان هم مجموعه من الكاركترز انا مش فاكرهم كلهم، بس اشهر واحد منهم طبعا اللي هو السبيس دوت. تمام، في حاجات تانية من الوايت سبيس كاركتر ممكن ابقى اسيب لكم صوره تحت الفيديو باساميهم او اعرضها على الفيديو. تمام، بيبتدي بقى يجيب لك من اول حرف هنا. تمام، يفضل ماشي ماشي عمال ايه يلم 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 لحد ما يوصل عند اول وايت سبيس كاركتر يقابله. يعني هو فضل يلم، تمام، فضل ماشي اول وايت سبيس يقابله. يعني مثلا لو كتبت كده، تمام، هيجيب لي الاسم ده. تمام، وبعد ما بياخده كده بالشكل دوت كده، بيعمل لي تريم للوايت سبيس اللي في الاول. يعني من الاخر هيرجع لي السيد، بس عرفوا ان انا سايب له سبيس هنا وسبيس هنا. تمام، هو بيفضل ماشي من اول حاجه. تمام، ويفضل يقرا يقرا لحد ما يوصل لسبيس كاركتر بعد ما يكون اخد شويه حروف. تمام، يعني بالشكل دوت هيفضل ماشي لحد ما يوصل هنا. تمام، وبعد كده يروح جاي اخد اللي فات ده كله. طيب بعد ما ياخده هيعمل ايه؟ هيشيل لك السبيس كاركترز اللي ايه؟ يشيل لك الوايت سبيس كاركترز اللي موجوده فيه اهو. طيب ده دي فكره، وهو ان هو بيجيب لك اول اسم. تمام، ويشيل لك منه الوايت سبيس كاركترز. وفي عندنا حاجه تانية بتعمل لي فصل، اللي هي تفصل لي مثلا ايه، يعني مثلا لو عايز افصل دول. تمام، افصلهم على اساس ايه؟ افصلهم على اساس حاجه معينه. وبالمناسبه برضو سترينج توكن ديت ليها استخدام تاني. يعني مثلا انا قلت له يشتغل على السبيس، هتقول انت ما قلتلوش حاجه، هو باي ديفولت بيشتغل على الوايت سبيس. ممكن انت تقول له كاركترز معين. تمام، انا ممكن اجي اقول له هنا اشتغل على الكاركتر دوت مثلا، احط له ده كده. تمام، واقول له ان ده موجود هنا. تمام، مش بس كده، لا ده انا حاجه اقول له ان ده موجود هنا كمان. تمام، هيجيب لي نفس النتيجه اللي فاتت بالظبط. هو باي ديفولت شغال على الوايت سبيس كاركترز. تمام، انت جيت قلت له لا والله الكاركتر اللي انت هتشتغل عليه هو ده، فهو هيشتغل عليه. تمام، نتكلم بقى عن حاجه اسمها سبليت. طيب بتعمل ايه بقى سبليت ديت؟ انا دلوقتي عندي array عايز افصلها، عايز افصل العناصر على اساس معين، او عندي string عايز افصله على اساس معين. فتعال نشوف سبليت ديت بتعمل ايه. السترينج اهو. تمام، هتفصله لي. طيب فصلت على اساس ايه؟ برضو الوايت سبيس، تقدر انت تحدد له الكاركتر اللي هو هيفصل على اساسه. تمام، واشتغلت لو اخد بالك شبه الطريقه بتاعت ايه، بتاعت اللي هي جوين. تمام، فهي نفس الفكره كده، اللي انت ممكن تيجي تقول له هنا لا السبيس كاركتر بتاعك هو ده.
مثلا كوما، وهحط له هنا كوما، فهيجي يفصلهم على اساس الكوما. تمام. لا انت ممكن تيجي تقول له كمان الدايمنشن اللي هو هيفصل على اساسه، تيجي تحط له هنا الدايمنشن، اقول له الدايمنشن 1 الدايمنشن 2، بس طبعا هنا عم دخله سترينج اللي هو واحد في واحد يعني. لكن انت لو مدخله اري بتقول له هنا الدايمنشن اللي هو هيعمل لك ايه سبليت، اللي هو رجع لك الحاجه ايه معمول لها سبليت عليه. تمام. انا على الوضع دوت لو قلت له واحد المفروض يرجع نفس النتيجه اللي فاتت. تمام. لو قلت له اتنين هيرجعه له افضل. فهنا السبليت انت كانك بتقول له يعني اللي جاي دوت رجعه له افق او راس، او رجعه لي في الدايمنشن الفلاني. تمام. هتوضح معاك اكتر لو مجرب الحوار دوت ايه، لو قعدت تلعب كده بالاريز تعمل سبليت بيهم. تمام. هيوضح معاك الموضوع دوت ايه اكتر. يبقى ده السبليت. طيب في عندي ايه تاني؟ في عندي حاجه اسمها سبليت لاينز. يعني ايه سبليت لاينز؟ يعني انا هفصلهم نفس اللي كانت بتعمله اللي فاتت، بس الفرق ان انا اوريدي قايل للكومبايلر اللي هو بتاع الماتلاب انت هتفصل على اساس ايه. تمام. فاكرين نيو لاين اللي احنا كنا لسه قايلينها من شويه؟ هو هيفصل على اساسها. بمعنى جيت قلت له عندي سترينج اهو، وجمعته على نيو لاين، يعني ضفت فيه نيو لاين، تمام، هيفصل لي الاي ال والاتش جي لان هو بيفصل على اساس نيو لاين. تمام. دي برضو حاجة من الحاجات المهمة. في برضو حاجة اسمها سترينج جوين. تمام. بس انا بصراحة ايه ما بستخدمهاش، هي نفس الجوين العادية بس فرقها ان انت ما بتحددش تقريبا دايمنشن. تمام. انا عن نفسي ما بستخدمهاش بس هي موجودة، يعني اللي هي سترينج جوين. تمام. انا ما بستخدمهاش بصراحة. في بقى عندنا حاجة زي الريبليس، لو انت عايز تعمل ريبليس لتكست معين. طب اعمل له ريبليس ازاي؟ انا جوه التكست اللي انا عايز اعمل له ريبليس. تمام. هعمل له ريبليس، هي بتحط له اري وهو بيطبق الكلام ده على كل element في الاري. لما تحط له تكست واحد انا هطبق الكلام ده على تكست واحد، واقعد انت بقى العب في الموضوع دوت ويكتب كذا تكست براحتك. تمام. انت بتدي له مثلا نص هنا، تمام، او اري من النصوص، وتقول له انا عايزك تعمل لي ريبليس ليه النص الفلاني، تمام، بالنص العلاني. انا اقول له هنا النص اللي انت هتعمل له ريبليس مثلا السيد، النص اللي انت هتبدله بيه هو مثلا احمد. تمام. هيبدل لي ايه السيد. لاحظ حاجه ان انا الكلام هنا كيس سنسيتيف، يعني انا السيد لو ايه مش هيعمل حاجه المفروض اهو. ليه كيس سنسيتيف؟ مش فاكر بقى هل هنا ممكن تضيف، تقريبا مش ممكن ان انت تضيف اللي هو الكيس بتاعه الاجنور، تقريبا مش ممكن هنا. تمام. بلعب فيها كده اشوف. وفي عندي حاجة تانية جميلة اللي هي replace between. انت هتلاقي كلمة between ديت جاية كتير. تمام. هنرجع للي فاتت. السترينج اهو. تمام. replace between بقى مختلفة شوية عن اللي انا كاتبه. هنا انا كنت بقول له تبدل كذا بكذا، لكن هنا لا، هنا انت بتدي له بدايه ونهايه وهو بيشيل لك البدايه والنهايه ويحط لك حاجه مكانها. بمعنى البدايه ممكن تحطها له اندكس، يعني مثلا الاندكس بتاع الاي دوت ايه واحد، اللي بتاع ال اتنين وهكذا. فانا هاجي على الدي ديت هتلاقي الاندكس بتاعها مثلا سبعة، هقول له من اول سبعة لحد مثلا الاتش ديت
الاتش دي هتبقى 9، تمام، الستارت بتاعي والاند بتاعي. حط لي ايه؟ حط لي الكلمة دي. مثلا الحرف ده، تمام، حطه لي هنا. طب مفيش طريقة تانية يعني؟ في طريقة تانية، ولاحظ حاجة تانية برضو، شال لك ال دي وال H. هو كده كده بيشيل لك اللي ما بينهم عشان يقدر يحط ايه ده مكانه، لكن شال لي كمان ال دي وال H. ليه؟ هنا في اوبشنز، تمام. الاوبشنز ديت ايه؟ بتيجي تقول له الباوندرز بتاعتك. يعني ايه الباوندرز؟ يعني الحدود بتاعتك هتكون ايه؟ تقريبا كده بكده. وبتيجي تقول له بقى الحدود بتاعتك inclusive او exclusive. الفرق ما بين الاتنين ايه؟ دي كده اللي هو عمله، اللي هو عمله اوريدي كده، ده الانكلوسيف. ده بيشيل لك اللي ما بينهم، انت حددت لهم من 7 ل 9، تمام، اللي هو الدي والاتش. هيشيل لك اللي ما بينهم وهيشيلهم هما الاثنين كمان، تمام. انا كاتب باوندريز، انا مبدل، ماشي. تمام، عمل نفس اللي فات. لا، ما انا قلت عايز بقى اشيل، بتقول له ايه؟ اكسكلوز اهو، ساب لك الدي والاتش وشال لك اللي ما بينهم، تمام. طيب ايه الحاجات التانية اللي انا اقدر اعملها؟ تقدر بدل ما تقول له ارقام تقول له كلمات. يعني مثلا حاجة اقول له شيل لي من اول الاي دي، او من اول حرف الدي لحد لحد حرف ال H. هو السؤال بقى هنا، من اول انه دي لو لحد انه H، لو هو ما قدرش يوصل ان دي وبعديه H، تمام، هي ايه؟ مش هيعمل لك حاجة، تمام. لكن لو قدر يوصل هينفذ لك ايه اللي انت عايزه زي كده، تمام. لكن مثلا انت مفيش الدي ديت، في دي 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 بس، هل في بعدها اتش؟ يعني لو بصيت بعدها كده هل في اتش؟ مفيش، فمش هيعمل لك حاجه ساعتها، تمام. يبقى دي بالنسبه لي، مش قصدي بها الريبليس، لا انا قصدي بتوين، لان كل الحاجات اللي هتيجي بتوين بعد كده، تمام، كل اللي انا قلته اللي هو الباوندريز، اللي هو الباوندريز هنا بتتطبق، والستارت والاند برضو بتتطبق نفس الكلام، تمام. ده بالنسبة للريبليس والريبليس بتوين. في عندي حاجة تانية اسمها string find. دي بتقول لك انت مثلا بتدي string او string array وتديها string، وهي بتقول لك بقى ايه السترنج ده فين. بمعنى تمام، انا عايز اعرف الاي دي ديت موجوده فين، هاجي هنا اقول له اي دي، تمام. ايه الستة بقى اللي رجعت؟ تعال نعد 1 2 3 4 5 6. الستة دوت اول اندكس، اول ظهور للاي دي، تمام. شوف الاندكس بقى بتاع اول حرف للكلمه، يعني الكلمه دي اول حرف فيها الاي، تمام. اول ظهور للكلمه على بعضها اللي هي الاي دي موجوده فين؟ موجوده هنا. فبيشوف اول حرف فيها الاندكس بتاعه فين؟ 6، تمام. مش واضح، نوضح اكتر، انك تكتب اكتر من كلمه ساعتها توضح، تمام. او كتبت اي دي برضه هنا تاني، هيجيب لي حاجتين مش حاجه واحده، تمام. ادي اول اندكس 6 بتاع دي،
وهنا الـ A دي برضو الـ index بتاعها يعني. دي فكرة ايه؟ string find. تمام، بيرجع لك array طبعا، يقول لك كل حاجة انت كنت بتبحث عنها الـ index بتاعها فين. تمام، طبعا ما تنساش ان الـ index دوت بتاع حرف الـ E في الـ array ديت. طيب ايه تاني؟ في حاجة اسمها string replace، بس يعني ملهاش لازمة، اللي هي نفس فكرة ال replace، بتديله برضو ال string والحاجة اللي انت عايز تبدلها وهو بيبدلها، فملهاش لازمة تتكتب كده. تمام، وبتكتب له برضو ال string اللي انت عايز تبدله، وبعديه الحاجة اللي انت هتبدلها، وبعديه البدل. تمام، عشان نضيع فيها وقت. طيب عندي بقى حاجة اسمها فين ده كله، عندي حاجة بقى اسمها ايه، اسمها arrays. تمام، لما باجي اعمل arrays لحاجة هنا، تمام، انا عندي string او array of strings. مفيش حاجة في دماغي اكتبها غير اسمي. فهنا مثلا هاجي اقول له شيل، هيشيل ايه؟ هيشيل مثلا السيد. تمام، شال بس ساب لي دي. طب ليه سابها؟ لان هو ما بيشيلش غير بالظبط اللي انت كتبه له هنا، بس اللي انت كتبه له بالظبط هو اللي بيشيله لك. دي فكرة الريز. تمام، فليها حاجة تانية برضو، مش فاكر برضو هل فيها اجنور اللي هو الكيس سنسيتيف ولا لا، بس بقى جربها انت بقى ايه مع نفسك. في طبعا الريز بتوين، بتديله نفس الفكرة برضو، بداية نهاية. دي الحاجة اللي هو هيشيلها لي. تمام، باجي هنا اديله بداية نهاية. تمام، زي اللي قلنا عليها قبل كده، مثلا شيل لي من أول، بس هنا بقى الفرق ان هو يعني مش هديله بقى الكلمة. تمام، تديله بس هنا البداية والنهاية، وهو المفروض هيشيل لك يعني مثلا بدايتنا واحد نهايتنا سبعة، المفروض كده ايه شيل من واحد لسبعة. تمام، وتقدر طبعا تحط له ايه من ايه لدي، وتقول له انكلوسيف ولا اكسكلوسيف وكده. طيب عندي برضو حاجات نفس الكونسبت، اللي هو ايه، بدل ما اشيل احط حاجة insert. هنا بتقول له يا هتحط قبل ولا بعد، هنبتدي مثلا ببعد، تقول له السترينج اللي انت هتحط فيه. بعد ايه بقى؟ يا بتقول له كاركتر، يا بتقول له، يا اما بتدي له مثلا تقول له بعد مثلا ايه دي، بعد حرف معين، اقول له مثلا بعد سبعة. تمام، نسيت اقول له هيحط ايه. تمام، هيجي بعد السبعة ويروح جاي حاطط له بعدها، لان انا قايل له انسيرت افتر. انسرت بفوق نفس الكلام بالظبط، هتقول له الاندكس وهتقول له يحط ايه، هو هيحط لك ايه قبليه. يعني لو قلت له برضو السبعة فهيحط لي حمدي ايه هنا قبل الدي. تمام، بتتكتب كده انسرت برضو، تكتب له بي فور. تمام، حط لي الكلمة قبل ايه، قبل الدي. في بقى حاجة تانية أحلى، اللي هي تقول له insert between. تمام،
هنا نفس الطريقة اللي كنت بكتب بها اريز بتوين. بتديله بداية تمام وبتديله نهاية. فعلى سبيل المثال مثلا قلت هنا 10 مثلا، يعني بتديله بداية وبتديله نهاية، وهو بحط لك الحاجة ديت ايه ما بينهم. insert between undefined. يعني مفيش insert between، الدنيا دخلت في بعض عندي، مفيش insert between، مفيش insert between. طب ايه تاني كان فيه between؟ extract تمام. انسرت ما فيش فيها اي بتوين، يا ريت كان فيها بتوين، كان هيبقى احسن بصراحه. انت تقول له من كذا لكذا وهو يحط لك الحاجه، بس ما علينا. ان ما فيش انسرت بتوين، هو افتر وبيفور. في عندك بقى حاجه اسمها اكستراكت، وهي ديت بقى اللي ايه اللي فيها بتوين وفيها افتر وفيها بيفور. تمام، هنبتدي مثلا بافتر. تمام، هقول له مثلا هنا السترينج او الاري اوف سترينجز. طيب هنا مستني منك تديله اندكس. تمام، فمثلا لو جيت قلت له السبعة برضو هيجيب لي ايه اللي بعدها كله. تمام، جاب لي ايه اللي بعدها. طيب before نفس الكلام هيجيب لك اللي قبلها. between بقى وbetween هتدي له برضو بداية ونهاية. تمام، وهو هيجيب لك الايه، هيجيب لك النص ما بينهم. وفي طبعا عندك inclusive وexclusive زي ما قلنا قبل كده بيتطبقوا. تكتب بس هنا ايه before او between. تديله البداية وتديله النهاية مثلا هنا 10. تمام، هو هيجيب لك الايه من السبعة للعشرة. تمام، فهنا السبعة وهنا العشرة. تمام، هو كده شغال اكسكلوسيف، لا شغال انكلوسيف، وانت ممكن تحوله ليه اكسكلوسيف. وبيفور نفس الكلام بتاع دي برضو، تديله البداية، بتديله النقطة اللي عندها اللي انت عايز عندها اللي يجيب لك قبلها. تمام، هو بيجيبه لك. ندخل بقى في شوية حاجات تانية، زي حاجات بقى مهمة جدا زي الايه الابر واللور، عشان دول هتستخدمهم كتير جدا. نبتدي بايه اللور. لور انت بتديله كلمة تمام فيها حروف كابيتال. تمام، ما هو اي حروف. تمام، وهو بيجيبها لك ايه حروف سمول. ابر نفس الكلام. هتدي له الكلمه اي حروف وهيرجع لك كابيتال. ده اللور والابر من الحاجات برضو الايه المهمه اللي انت بتستخدمها. عندك حاجه اسمها ريفيرس، تديله الكلمة وهو بيشقلبها لك. ولو اديته array vector array من الكاركترز برضو ايه بيقلبها لك. المهم تمام. عندي حاجة تانية يعني انا بصراحة ما بستخدمهاش، هي اسمها هي بتشيل لك الوايت سبيس كاركترز من اخر الكلمه. تمام، انا ما بستخدمهاش، اسمها دي بلانك. اكتب له هنا الكلمه زي كده.
سيب له سبيس في الاخر وبيشيلهولك، المفروض سيب لك اللي في النص ملوش دعوه بيه، تمام؟ لو حابب تستخدمها يعني. في عندي حاجة اسمها بيدنج، بيعمل لك حاجة اسمها بيدنج اللي هو، طيب هحاول اشرحها بقى ايه رسم عشان الفكرة تكون قريبة. البيدنج هنا انا بديله اري، تمام؟ هو مبيشتغلش فيها غير على اري تقريبا، فبتديله اري مثلا من السترينج، تمام؟ اديته الاري وبقول له اعمل لي بادنج للاري ديت، تمام؟ نلاحظ حاجه، نلاحظ ان هو جه هنا وحط لي سبيس، جت منين فكره البادنج ديت؟ ان هو بيجي عندك الكلمات، تمام، مش كامله، يعني ايه؟ يعني مش كلهم نفس اللينس. على سبيل المثال السيد هنا 7 حروف وحمدي 5 حروف، تمام؟ فهو حاطط الكلمات فوق بعض مثلا كده ككولم مثلا او كروز او اي حاجه، ابقى في فرق حروف، تمام؟ طب بيعمل ايه عشان يخليك الكلمات قد بعض كده؟ فبيعمل لك حاجه اسمها بيدنج، تمام؟ بيشوف لما انت ما بتدخلوش بقى البيدنج اللي يعمل لك قد ايه، تمام؟ فهو بيشوف اكبر سترينج عندك في الاري، تمام، وبيعمل البادنج على اساسه. شوف اللينس بتاعه قد ايه، اللينس بتاع دوت مثلا 7، خلاص ده اكبر لينس السترينج في الاري، هو اشتغل البادنج بتاعه على اساسه. فكل السترينجز التانيين لازم يكملوا لحد ال7، فبيكملهم لك ايه باي ديفولت؟ هو برضو بيكمل لك ب وايت سبيس كاركتر اللي هو البلانك دوت، تمام؟ حط لك ايه 2 منه هنا، لو واخد بالك تلاقي 1 2. طيب تقدر بقى ايه تكستمايز الموضوع دوت اكتر؟ اه تقدر، تقدر مثلا تيجي تقول له اللينس مثلا 5. طب لما اجي اكتب له اللينس بقى، يعني ايه اكتب له اللينس؟ اللينس هنا زي ما قلنا هو باخد اللينس الافتراضي بتاع ده، الا لو انت دخلت له اللينس. طب انا هنا دخلت له اللينس هيعمل بيه ايه؟ بيشوف اي كلمه، تمام، عدد حروفها اقل من ال5، تمام، بيعمل لها بادنج، بيعمل لها بادنج لحد 5، بيعمل لها بادنج لحد 5 حروف، تمام. هو هنا مش هيعمل، لو انا عشان مش هيعمل على حمدي لان هي 5 حروف، فانا هحط له 6 بحيث ان هو يطبق عليه ايه البادنج. زي ما احنا شايفين ما ضافليش على السيد حاجه، بس ضافل على حمدي 1. ده بالنسبه لموضوع البادنج، تقدر تقول له عدد اللينس. وفي كان في بارامترز تانيين اللي هو مثلا ممكن تضيف له الكاركتر اللي هو هيحط لك، حطه لك كبادنج مثلا، اقول له داش مثلا، تمام، هيضيف لك ايه الكاركتر دوت. تقريبا ده كل ما يخص البادنج. وكان في على ما اعتقد ان انت لا مش موجودة هنا. المهم يعني ده بالنسبة ليه للبيدنج. عندنا حاجة تانية بتعمل عكس البيدنج، يعني انت عامل بيدنج الحاجة بتعكسها، يعني بتشيل التأثير بتاعها، تمام، اسمها ستريب. ممكن طبعا تدخل، يعني ممكن تدخل تكست او تدخل اري، بس هنا فهو المفروض ان هو هيشيل لك الايه البادنج على، لو انت حاطط بادنج، يعني مثلا لو انا حطيت له بادنج هنا، تمام، هيرجع لي السترينج بس من غيره. وتقدر تقول له البادنج اللي هو هيدور عليه ايه،
يعني مثلا لو انا حاطط هنا البيدنج داش، هاجي هنا اقول له البيدنج اللي انت هتدور عليه داش، تمام. في عندنا ايه تاني؟ عندنا برضو في عندنا حاجة اسمها string justifier اللي هو بيظبط لك السترينج. لا طيب، بيعمل لك ايه السترينج جاستيفاير دوت؟ انت بتحط له سترينج معين، تمام، وبتقول له ليفت رايت سنتر، وهو بيسنتر لك ال في البادنج. لو اخد بالك هتلاحظ حاجة، هتلاحظ ان هو لما جه ضاف لك هنا البادنج ضافه لك على اليمين، تمام. هو باي ديفولت بيكون على اليمين، ممكن طبعا انت تيجي تكتب هنا، يعني مثلا شيل ديت عشان برضو ايه نبقى قلنا كل حاجة في البادنج، او هنا مثلا، تمام. ممكن تضيف حاجة كمان وتيجي تقول له انت عايز البادنج دوت يتضاف ليفت ولا رايت. يعني ممكن اقول له هنا ليفت عشان هو ضايف كله رايت، تمام. طب ما انا ضايف ليفت، كاتبه غلط مثلا. تقريبا بالكتاب مثلا قبل دي، معلش انا لخبطت الترتيب بتاعهم بس. فبيغير لك ايه المكان اللي هحط لك في البيدنج. نرجع بقى لسترينج، شيل بقى الكلام ده كله. دي بيعمل لك زي بادن كده، بس الفرق ان انت بتقول له انت عايز تحط بيعمل لك بادنج، بس الفرق ان انت بتقول له ايه، تقول له مش بيعمل لك بادنج، اسف، لا هو الكلمه بيبقى معمل لها اوريدي بادنج، تمام، بس انت عايز تسنتر الكلمه او تجيبها يمين او تجيبها شمال، فبيجمع لك كل البادنج لو انت عايز تخليها في النص مثلا. فبياخد البادنج اليمين والشمال بحيث ان هما ايه يخلي يوزنهم مع بعض. يعني مثلا ممكن ياخد بادنج من اليمين للشمال بحيث ان هو يخليك الكلمة تبقى في النص، او لو انت عايز الكلمة تبقى رايت هياخد كل البادنج اللي في الرايت ويوديه لي ناحية الشمال ويجيب لك الكلمة ناحية اليمين. نفس الكلام لو انت عايز ايه الكلام ناحية الشمال، عشان نوضح الكلام دوت. اجي هنا اقول له الاوبشن مثلا ليفت، تمام، يعني اعتمد ناحية الايه الشمال، اخد البادنج اللي هو موجود ناحية الشمال وحطه ناحية مع الموجود ناحية اليمين وجاب الكلمة ايه. نفس الكلام ممكن تقول له ايه سنتر، تمام، هو سنتر هولا. ده كان بالنسبة لموضوع للسترينج. المفروض بقى تعمل ايه؟ المفروض تقعد بقى ايه تلعب في الحاجات ديت، تمام، لحد ما تظبطها، لان هي طبعا ما بتجيش بالساهل انك تتعلم حاجة وهتنسى الكلام ده كله، يعني مفيش اسهل من انك تنسى. فاقعد اكتب مع الريز واقعد حلهم مع بعض واقعد جرب الدوال ديت واكتشف حاجات جديدة اكتر من اللي انا قلتها لك. يعني دي مش كل حاجة الدوال دي بتعملها، في حاجات اكتر من كده. اقعد انت العب كده ووصل لشوية حاجات ممكن أنا أكون ما قلتهاش توصل لها أنت، تمام. والفيديو الجاي إن شاء الله هيكون عن هنشتغل بقى في اللوجيك، هنبتدي نعمل عمليات حسابية، نشوف decision making واللوبز والكلام ده كله، فبرضه هيكون فيديو طويل زي ده.